عزوف كبير لسائقي سيارات الأجرة على محطة رحمن عاشور وسط مدينة قسنطينة خلق مشكلا كبيرا في النقل، والسبب هو هذه الطريق المهترئة تماما والتي أصبحت تنغص الحياة اليومية للسائقين، خاصة ما تسببه لمركباتهم من أعطاب. الطريق هذه راه ما نقدروش نعقبوا عليها، وكون حبيتوا تجيو تشوفوها روحوا تشوفوا بعينيكم، يعني الشيء اللي نهضروا عليه نهار تصب منه يا ولي يهبط لتما ما تشوف لا يخلي مورتيسور يخلي الكاردون يخلي اي عضو من تاع السياره يطيح لتم. بالنسبه للمحطه هذه عندنا عده مشاكل، منها الطريق الخاص بكريك رياضه اللي راهو في حاله يرثى لها، ومما تما ادى الاسباب اللي ادت بسياره الاجره ما يساعدوش المدينه، الطريق راهي مكسره خلاص. السائقون يطالبون بضروره ترميم هذه الطريق، ما سيمكنهم من ممارسه عملهم بشكل طبيعي، وسيوفر النقل بالنسبه للمواطنين القادمين من والى وسط المدينه. ونطلبوا من السيد الوالي يتدخل في الامر هذا، البلديه ماهيش حابه تخدم، رانا عيطنا لهم وهضمنا لهم وقلنا لهم قدام خطره. ما مش حابين كيما نقولوا احنا يدخلوا، نطلبوا من السيد الوالي هذا اللي راهو جا جديد هذا يشوف لنا الوضعيه كيف تاع سياقه الاسره معاني. وهنا نوجهوا نداء للمسؤولين باش يخدموا الطريق هذه باش السيارات يعودوا يتوجهوا للمدينه عادي تماك، وحتى المواطن راهو يعاني ما كانش هكا هنا سيارة اجرة ما يساعدوش المدينه. ترميم أمتار قليلة لا يستهلك ميزانية كبيرة، ترميم سيحل مشكلة النقل بالنسبة للسائقين والمواطنين، لكن من سيقوم بهذه الخطوة؟ من أمام مقر بلدية قسنطينة كانت معكم عبير دريوك لقناة شروق نيوز.